السلام عليكم. دش علي واحد من جماعة الهاي، ولد صغير يعني، والله يكسرون خاطري ورب الكعبة. صغار ما يعرفون، يتأثر يعني، يتأثر باللي يسمعه ويروح ينقلب العربي. يعني هو وظيفته مترجم وفيديو إديتينج فقط، ما طبق شيء بالدنيا. أعرف الولد يعني ما اشتغل مع حالات ولا شيء. المهم دش علي قال لي هذا البروتوكول، دزي البروتوكول. طق لي هذا البروتوكول اللي مال الانجاب اثناء السايكل. ما طلب مني فحص دم، فحص زفت، بول زين، براز على الاقل، براز اي شيء، نقاف اي شيء، اي شيء ولا شيء. قال لي انا بس ناقل للعلم، انا بس انقل العلم وبس، بس ما ادري ايش السالفه. تبي اي شيء كلم الدكتور الفلاني. المهم هو مو علم، هو كتاب كاتبه شخص، مو علم، موش كتاب اكاديمي، والشخص موش اكاديمي، فما يصير نطلق على هذا الشيء علم، ما يصير. المهم يا ولد الحلال افهمني انا اللي ابي، هل انت مستعد ان تتابع حالتي وراح اطبق اللي انت راح تقوله بحذافيره؟ واذا انا انجبت خلال سنه راح اعطيك 15,000 دينار، بس اذا انا ما انجبت انت تتوقف عن البث بهذه الاشياء. لا انا حر باللي انا ابثه. عمو رهان، اذا انت واثق من المعلومات تقولها، تدري لو واحد شخص الحين يطلع لي انا ويتحداني، هذه راح تكون اسهل 15,000 دينار راح اخذها بحياتي كلها. انا راح اكلمه شخصيا، هذا دليلنا بس كلام. فلما راح تصيدك مشكلة عزيزي بعد سنتين أو 3 سنوات تطبيق هذه نظريات هذا الإنسان، وتصيدك مشكلة، راح يقولك أنا ناقل للعلم، بس أنا بس ناقل للعلم، بس ما يطبق شيء، بس هو ينقله. يعني هو مستعد يطلع ويقوله بودكاست، ويقوله بميديا، ويقوله بيوتيوب، هو ما طبق منه ولا شيء. هو يقولك أنا ما طبقت منه ولا شيء، أنا ناقل. زين ليش تنقل شيء غلط؟ زين واحد صغير بالعشرينات وتبنى هالكلام، تأثر يا أخي، لأن أنت تعرف تسوي فيديو إديتنج، الأمانة شاطر بالفيديو إديتنج، فيديو إديتنج وايد يشد المتابع. وبعدين زين ما تبي فحص براز على الأقل؟ ما تبي. زين فحص حيوانات منوية؟ أنت الحين تبي ترجع؟ يعني أنا يكلمني شخص راح أطلب منه فحص حيوانات منوية على الأقل؟ يعني شلون ترسل لي بروتوكول علاج وأنت ما عرفت الحالة؟ يعني لازم تطلب مني على الأقل أقلاً تاخذ فحص دم، استراديول، برولاكتين، LH، FSH، سكس هرمون بايندينج جلوبولين، توتال تستاسترون، فري تستاسترون، ثايرويد سيميليتنج هرمون، T3، T4، T3 فري، T4، عشان تعرف شو الدنيا. زين على الاقل فحص حيوانات منوية، براز مو مطلوب. زين شلون تبي تتعامل مع حاله وانت ما اخذت الفحوصات حتى البراز؟ اوكي انا مصر على الموضوع البراز. زين ما في احد شباب ليبي 15,000؟ تي شلون دام الموضوع وايد سهل صار. 20,000، 20,000 لاي شخص قادر على انه يخليني انجب بحالتي هذه الحين. انا بعد 2016 قلت انا يعني لقدام خطتي ما ودي انجب، وصلت عدد كافي، فبدال لا يعني انت تعرف يستخدمون مانع، بدال لا استخدم المانع للطرف الاخر، استخدم المانع علي انا، فاخلي حيواناتي المنويه صفر، سهل الموضوع. اشتغل مع 10,470 حاله، ما اعرف اسوي حيواناتي المنويه انا صفر، طبعا سهل. فهل هناك شخص قادر من هذي الاشخاص انه ياخذ ال 20,000 دينار ويخليني انجب خلال سنه؟ ولكن اذا لم يستطع خلال سنه، نقطه دقق، اذا لم يستطع يتوقف عن نشر المعلومات هذه بالميديا، ونطلع انا ما نتكلم انه هو فشل انه يخليني انجب خلال سنه كامله، وراح اطبق كلامه والله.
عدا ذلك ما نبي لوك لوك. لي واحد شجاع ومتأكد انه هو قادر ويتعامل مع حالتي نتفاهم. عدا ذلك لوك لوك ما نبي. الحين العرض موجود 20,000. اذا خسرت انت وما قدرت تخليني انجب، لان انا بدفعلك 20,000 مدين دينارين، تتوقف عن نشر هذه المعلومات ونطلع انا وياك بالميديا تقول لي ان انت فشلت بتطبيق النظريه اللي انت قاعد تنقلها من شخص بشكل اعمى ولا عمرك اشتغلت معه. زين فحص براز ما اوكي واضح في معلومات.